مش بس يا ماما. ايه يا ابني؟ انا مستغربه قوي يا ماما، هي ليه كنت ايه يا ماما بتعاملنا كده بقى يا ماما؟ هي ليه ماما اتغيرت؟ معرفش والله يا امنيه، انا مش عارفه ايه اللي غيرها معانا، احنا ما اذناهاش في حاجه اصلا. يا ام امنيه، انت ايه اللي نزلك قبل ما المدام ما تيجي؟ مش قلت لك ما تسيبيش استاذه غزل؟ ينفع كده برضو يا ام امنيه؟ انت تصغريني برضو ما يصحش. يا انا مش هشتغل في البيت ده تاني. ايه؟ ايوه ليه بس يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل في ايه؟ احكي لي. دي بدات تقول لي انت ما بتفهميش انت وامك، وخليتني كمان قلت لها ماما قالت لي ما تشتغليش، راحت قالت لي انا عايزاكي بقى تمسحي لي الجزم بتاعتي كلها، وكمان فضلت تشتمني وترينا كلام وحش قوي، وطلع عنا اللي احنا خدامين. يوه يا ام امنيه، وانا مش مفهماك يا حبيبتي؟ قبل ما تطلعي قلت لك ان البت كلامها غلس هي وامها، مفهمك ولا مش مفهماكي؟ وبعدين يا حبيبتي فيها ايه يعني لما تمسحي الجزم؟ ما قلت لك كلنا خدامات لقمه العيش يا ماما. انا مش فارق معايا امسح الجزم اعمل لها اللي هي عايزاه، بس بالاحترام. وبعدين انا اللي اشتغل مش بنتي امنيه. ايه انا مش جايبه امنيه تتبهدل يا ايه. ده انت اشتكيتي كده من البت، اما لو كنت شفتي امها بقى كنت عملت ايه؟ والله ما كنت اتحملتي فوق دقيقه واحده. دي فتشتنا قبل ما ننزله، انا مش مستحمله غلسه يا ايه بجد. قبل ما تطلعي قلت لك حركاتهم غلسه وكلامهم غلس، قلت لك ولا ما قلتلكيش؟ ومفهمك ومعرفاكي قلت لك عشان ما تجيش تزعلي مني. صح ولا مش صح؟ مش عايزاكي تاخدي على خاطرك يا اختي، بالراحه كده. هدور على شغل تاني، بس هطلع اريح فوق شويه. دوري على شغل؟ ايوه. طب ام امنيه عايزه نسالك سؤال. قولي يا ايه. هو انت معاكي فلوس؟ ليه السؤال يا ايه؟ جاوبي عليا بس، ردي عليا، معاكي فلوس ولا معاكيش فلوس؟ اه معايا. طب بصي بقى يا اختي، ايه رايك بدل ما تقعدي كده بقى تدوري على شغل؟ أيوة. ماشي، تجيبي لك فرش كده، اي حاجه، شيبسي ولا بسكوت ولا اي حاجه تفرشي بيه بره كده قدام باب العماره. يا انا معيش غير 1500. 1500 تجيب ايه بس يا ايه؟ يا ستي ال 1500 يجيبوا 3 يجيبوا 10، الجنيه يجيب 100 يا حبيبتي. يعني صح ولا مش صح؟ يعني في بضاعه ينفع تتجاب بال 1500؟ ان شاء الله لو بدات بكرتونه شيبسي الكرتونه هتجيب 2، واتنين هيجيبوا 4. صح يا حبيبتي ولا مش صح؟ انا برضو مش عايزاكي تتبهدلي والله. وعلى فكره الكلام ده ما بعملوش مع اي حد، انا قلت بس انت شي اختي كده وحبيبتي وغاليه عندي والله. دي فكره حلوه قوي يا ماما. صح يا امي، دي فكره جميله قوي. طب انت تعرفي تاجر جمله اجيب منه شيبسيات؟ ده قولي انت اه بس، وانا هوصلك باللي انت عايزاه، ومالكيش دعوه باي حاجه. حاجه احسن يا ماما من حاجه حلوه يا ماما. ايه هي يا ماما؟ احنا ممكن نجيبوا العاب يا ماما، عشان الحاجه الحلوه دي ممكن تبوظ من الشمس يا ماما، مفيش حد ياكل منها ساعتها. صح. ايوه والنبي كده العلم مش هتبوظ. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صدق اللي قال ان العلم نور. برافو عليكي يا امنيه. برافو عليكي يا امنيه. صح، انا اجيب العاب. تعرفي تاجر العاب جمله؟ يا ستي قولي انت اه، وانا هاخدك واديك المكان واعملي اللي انت عايزاه. خلاص يا ستي انا موافقه. موافقه؟ اه. طب خلاص اطلعي بقى اجيبي الفلوس وتعالي. ماشي يا ايه. يلا بينا يا ماما. ان شاء الله فتحه خير عليكي باذن الله. يا رب يا ايه. غلبانه والله غلبانه ام امنيه دي، ربنا يكرمها والله. اسمنا اشهر من دولار و100 جنيه، احنا تمام والدنيا في السلانكه تاني. يلا باصين مركزين. ايوه احنا كويسين، انتوا اخباركوا ايه؟ كل خلاص خلاص احنا ليا صفي وحاب الناس يا بيبي. لا ما تسمعش خاطرين اللقطه منكم يا اسطى، عملتوا زي ما انتوا فتقوا بعافيه، عملتوا زي ما انتوا فتقوا زي الورد انا بران زي بالبصمه على كل ارض. بدا العرض دخل ليه حسيتك انت الاقل زي النجوم بالمع في السما على الكوكب ده في الزيادة عشان توصل اللي انا عشته صعب عايز لك يتسرب. ياللي بتغيري مني اسمعي يا شابة، لو عايزة تبقي زيي لسه عليكي حبة، مفيش منافسة. لا انا اسفة، حضري نفسك اي وقت وانا جاهزة. اتقلي ديني قوي قوي بس قشطة، بتحاولي تبقي زيي بس برضه لسه ما تسيبش شابة. لا لسه حابة، انت اللي زيك لما تشوفي كيسه حبة، انت اللي زيك لما تشوفي كيسه حبة. ايوه دي لعبة سكتي صعبة، سكتي من جد قفلت اللعبة، خليتها ولا عمال غير شعلة وانت في عينك بلد الدم. صعب اتكرم بيك مستحيل، محتاج سيرة ولا بيت توكيل. اسأل عني هيقولوا اني ان الاسم عليك تكيل. هقول القمر قوم ونقعد مكانك، تشوفني مرة واحدة هبدأ شغلة بالك. كيوت جدا، عسل جدا، انت تلاقي في أي حتة مني أبدا. عليكم لو هيا لكم ليكم حاجة، يبقوا بس مش فاهمين أي حاجة. بدون مزاجة، بدون تناكة، ما تفكروش إن أنتوا بالنسبة لي حاجة، ما تفكروش إن أنتوا بالنسبة لي حاجة.
وغلط هتنسى بقى اقل عشتك فينا وزغط زي الاسد بكل جسد بكلمة هقضي معاك الغرض قلبي ده بيت انا بخافش في مجالي جامد زي الوحش تاخد مكاني انسى غالي انسى حاجة اصله ما ينفعش ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله الحلاوة دي ايه الحلاوة دي يا ام امنية على فرش الالعاب ما شاء الله والله ما شاء الله ربنا يبارك لك يا رب ويرزقك من واسع يا رب ربنا يخليك ها قولي لي بيتي ولا لسه ايوه طبعا استفتحنا ما شاء الله يا ما شاء الله ربنا يجعله فتحة خير عليك يا رب والله دايما مبسوطة قوي يا رب دايما يا حبيبتي مبسوطة انت ومامتك على انت تستاهلي كل خير كل يوم ليكي نسبة من الحاجات اللي انا حباها لا 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 الكلام بقى ده يزعلني والله احنا اخواتي ايوه وانت لقيلي الفكرة احنا اخوات يا ستي بس انا قلت لك هفضل معاكي لحد ما توقفي على رجلك ان شاء الله وتدخلي بنتك المدرسه زي ما اتفقنا صح ولا مش صح لا هي ايه انت اختي حبيبتي ربنا يخليكي يا حبيبتي ربنا يخليكي يا مولاي ويكرمك ان شاء الله يا ربنا لو عايزه اي حاجه ناديني انا قاعده في وشك اهو تمام ماشي يا حبيبتي شكرا يا ايه يلا لعب اطفال يلا عندنا العاب اطفال مين عايز يشري العاب اطفال عندنا العاب للبنات وعندنا العاب للولاد بنت حلال ده انا بدور عليك والله العظيم جايه في وقتك بالظبط هو انا مش قلت لك ما تجيش على سكتي عشان هبهدلك طب اقول لك على حاجه انا وحش واحد في الدنيا دي كلها تمام بس ممكن تسمعي مني البقين اللي عايز اقولهم لك مش عايز اسمع منك حاجه ولا عايز اسمع صوتك اصلا يا ستي لو ما عجبكيش ارمي الكلام كانك ما سمعتهوش احكي وخلص صاحبتك حبيبه القلب اللي عامله فيها طيبه صاحبتي مين ام امنيه اللي خلتها تفتح فرش لعب في دخلة العماره مالها ام امنيه احسن واحده في الدنيا واخت جدعه مالها طب اقول لك على حاجه مش ملاحظه كده اليومين دول سكان العماره كلهم بيشتروا منها لعب تمام وطالع رايحين جايين يرادوها ايوه طبعا ربنا يوسع لها رزقها يا رب بنت حلال وطيبه وتستاهل طيب وانتي بطلوا يرادوك ليه ده رزق وربنا كاتبه هبص لها في رزقها خلي بالك انا وصلني كلام اللي هي متكلمه مع سكان العماره وبيتفقوا مع بعض وعايزين يخلعوك انت يرموكوا في الشارع وهي تمسك العماره بس لا 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 ام امنيه ما بتعملش كده ابدا لا طب انا هستفاد ايه هاجي افتح فرش لعب يعني في دخله العماره عندكم يا بنتي انت جوه عندي هنا وخايف عليكي بقول في يوم وليله هتلاقي نفسك في الشارع طب خلاص مش انت قلت الكلمتين اللي عندك قلت لها ومش عاجبني كرميهم اتكل بقى على الله وامشي بقى وسيبني في حالي خلي بالك الطيبه ما بقتش بتاكل عيش طب اتكل على الله مش انت قلتي لي ما تجيش على سكتي وانا خلاص بعدت بعيد عنك وبطلت اجي على سكتك طيب. انا خايف عليك وعايز انصحك بس يا سيدي خلاص ماشي ما انت قلت الكلمتين اللي عندك اتكل على الله بقى عايز ايه تاني على العموم انت حره بقى طب خلاص انا حره بعد اذنك معقول يعني معقول ام امنيه تعمل كده طب ما هو قالها قال لي هو انا هستفاد ايه يعني ايوه عشان كده قالت لي ايه انا نفسي اشتغل بوابة عمارة اهي سكنة ببلاش ومية وكهرباء ونور ببلاش يبقى صح هو فعلا معاه حق هو انا هفضل اكلم نفسي كده واستنى لحد ما الاقي نفسي في الشارع لا انا لازم اوقفها عند حدها ولازم ابعدها عند العمارة خالص لحق تاكل دماغ سكان العمارة يا بنت اللذينة يا ام امنية دي اخرت برضو اللي يعمل خير ماشي يا ام امنية ماشي الله يسامح أمنية بابا أمنية يا بابا أمنية بابا أنت فين يا بابا بابا أنت فين يا بابا أنا هنا يا بابا أنت فين أمنية أنت فين يا بابا أمنية أنت فين يا بابا أنا جنبك أهو أمنية جنبي فين يا بابا انا مش شايفاك يا بابا انا مش هشوفك تاني ولا ايه يا امنيه ليه بتقول كده يا بابا ليه بتقول كده يا بابا امنيه نعم يا بابا انت فين مش شايفاك يا بابا انت فين امنيه انت فين يا بابا انت فين بابا يا بابا انت فين يا بابا انا مش شايفاك أمنية. يا بابا أمنية. بابا ايه يا حبيبتي عماله تقولي بابا ليه وانت نايمه مالك يا حبيبتي انت حلمتي فيه كابوس ولا ايه لا يا ماما ده مش كابوس يا ماما انا حلمت يا ماما ان بابا كان عامل
عمال ينادي عليا، وكمان قال لي يا امنية كده انا مش هشوفك تاني يا امنية، بس هو كان عمال ينادي عليا وانا مش شايفاه يا ماما. يا حبيبتي من كتر ما انت بتفكري فيه بس حلمتي بيه. هو ابوها ماله يا ماما، ماله يا ماما، ليه بيقول لي مش هشوفك تاني ليه؟ معرفش يا امنية والله. ماما انا بصراحة يا ماما انا عايزة اطمن على بابا عشان هو وحشني قوي يا ماما، نفسي اشوفه حتى لو من بعيد كده بصة واحدة بس يا ماما، والنبي والنبي يا ماما. سيبيه على ربنا يا امنية وانا هتصرف يا امنية. وحشني قوي يا ماما، بابا وحشني قوي يا ماما، وحشني. ادعي له ربنا يهديه يا امنية. يا رب. بنت حلال ده انا بدور عليك والله العظيم، جايه في وقتك بالظبط. هو انا مش قلت لك ما تجيش على سكتي عشان هبهدلك؟ طب اقول لك على حاجه، انا وحش واحد في الدنيا دي كلها تمام، بس ممكن تسمعي مني البقين اللي عايز اقولهم لك. مش عايزه اسمع منك حاجه ولا عايزه اسمع صوتك اصلا. يا ستي لو ما عجبكيش ارمي الكلام كانك ما سمعتهوش. احكي وخلص. صاحبتك حبيبه القلب اللي عامله فيها طيبه. صاحبتي مين؟ ام امنيه اللي خلتها تفتح فرش لعب في دخلة العماره. مالها ام امنيه؟ احسن واحده في الدنيا واخت جدعه، مالها؟ طب اقول لك على حاجه، مش ملاحظه كده اليومين دول سكان العماره كلهم بيشتروا منها لعب تمام، وطالعين رايحين جايين يرادوها؟ ايوه طبعا، ربنا يوسع لها رزقها يا رب، بنت حلال وطيبه وتستاهل. طيب وانت بطلوا يرادوك ليه؟ ده رزق وربنا كاتبه، هبص لها في رزقها. خلي بالك انا وصلني كلام اللي هي متكلمه مع سكان العماره وبيتفقوا مع بعض وعايزين يخلعوك انت، يرموكوا في الشارع وهي تمسك العماره. بس لا لا لا، ام امنيه ما بتعملش كده ابدا. لا طب انا هستفاد ايه؟ هاجي افتح فرش لعب يعني في دخله العماره عندكم؟ يا بنتي انت جوه عندي هنا وخايف عليكي، في يوم وليله هتلاقي نفسك في الشارع. طب خلاص، مش انت قلت الكلمتين اللي عندك؟ قلت لو مش عاجبني كرميهم، اتكل بقى على الله وامشي بقى وسيبني في حالي. خلي بالك الطيبه ما بقتش بتاكل عيش. طب اتكل على الله. مش انت قلتي لي ما تجيش على سكتي؟ وانا خلاص بعدت بعيد عنك وبطلت اجي على سكتك. طيب. انا خايف عليك وعايز انصحك بس. يا سيدي خلاص ماشي، ما انت قلت الكلمتين اللي عندك، اتكل على الله بقى، عايز ايه تاني؟ على العموم انت حره بقى. طب خلاص انا حره. بعد اذنك. معقول يعني؟ معقول ام امنيه تعمل كده؟ طب ما هو قالها، قال لي هو انا هستفاد ايه يعني؟ ايوه عشان كده قالت لي ايه؟ انا نفسي اشتغل بوابه عماره، اهي سكنه ببلاش وميه وكهرباء ونور ببلاش. يبقى صح، هو فعلا معاه حق. هو انا هفضل اكلم نفسي كده واستنى لحد ما الاقي نفسي في الشارع؟ لا، انا لازم اوقفها عند حدها ولازم ابعدها عند العماره خالص، لحقت تاكل دماغ سكان العماره. يا بنت اللذينه يا ام امنيه، دي اخرت برضو اللي يعمل خير؟ ماشي يا ام امنيه ماشي، الله يسامح. أمنية بابا، أمنية يا بابا، يا بابا أمنية، بابا أنت فين يا بابا؟ بابا أنت فين يا بابا؟ أنا هنا يا بابا، أنت فين؟ أمنية أنت فين يا بابا؟ أمنية أنت فين يا بابا؟ أنا جنبك أهو أمنية. جنبي فين يا بابا؟ أنا مش شايفاك يا بابا. أنا مش هشوفك تاني ولا إيه يا أمنية؟ ليه بتقول كده يا بابا؟ ليه بتقول كده يا بابا؟ أمنية نعم يا بابا، أنت فين؟ مش شايفاك يا بابا، أنت فين؟ أمنية أنت فين يا بابا؟ أنت فين؟ بابا يا بابا، أنت فين يا بابا؟ أنا مش شايفاك يا بابا. أمنية بابا. إيه يا حبيبتي؟ عمالة تقولي بابا ليه وأنت نايمة؟ مالك حلمتي في كابوس ولا ايه؟ لا يا ماما، ده مش كابوس يا ماما، انا حلمت يا ماما ان بابا كان عمال ينادي عليا، وكمان قال لي يا امنيه كده انا مش هشوفك تاني يا امنيه، بس هو كان عمال ينادي عليا وانا مش شايفاه يا ماما. يا حبيبتي من كتر ما انت بتفكري فيه بس حلمتي بيه. هو ابوها ماله يا ماما، ماله يا ماما، ليه بيقول لي مش هشوفك تاني ليه؟ معرفش يا امنيه والله. ماما انا بصراحه يا ماما انا عايزه اطمن على بابا عشان هو وحشني قوي يا ماما، نفسي اشوفه حتى لو من بعيد كده بصه واحده بس يا ماما، والنبي والنبي يا ماما. سيبيه على ربنا يا امنيه وانا هتصرف يا امنيه. وحشني قوي يا ماما، بابا وحشني قوي يا ماما، وحشني. ادعي له ربنا يهديه يا امنيه. يا رب.
أم أمنية. نعم يا إيه. قومي يا أم أمنية لمي الحاجات دي وامشي من هنا. سكان العمارة كلهم زعقولي وقالوا لي إيه الدوشة اللي شغالة طول النهار دي، وينفع يعني كده المصدر ده بدخلة العمارة؟ لو سمحتي لمي حاجتك من هنا وامشي. وكمان صاحب الشقة كلمني وقال إن هو هيجيب باب شقة ويحط على باب الشقة وهيقفلها. يا إيه بس ثانية واحدة بس، سكان العماره ايه اللي زعلانين مننا؟ سكان العماره فرحانين بينا وفرحين، يعني محدش زعق لنا ولا حد اتكلم خالص. يا هكدب عليك انا؟ ده قال لي لما مشيتهاش هنقطع عيشك ونمشيكي من العماره. طب يرضيكي يعني؟ طب هطلع اتكلم معاهم. بقول لك هيمشوني من العماره، تطلعي تتكلمي معاهم في ايه؟ ده اخره الخير يعني يا ام امنيه عايزه تقطعي عيشي وتمشيني من العماره؟ مالك يا ايه اتغيرتي كده ليه؟ طب بصي صاحب الشقه ليه عايز يمشينا؟ طيب احنا ما عملناش اي حاجه. هو انا مش فاهمه بصراحه، مش فاهمه انت بتتكلمي ايه. بقول لك هيقطعوا لي عيشي ويمشوني من العماره. لو سمحتي لمي حاجتك من هنا واطلعي خدي هدومك وامشي من العماره وما اشوفش وشك هنا تاني. يا ايه انت ورطتيني في الالعاب دي، هاخد بعضي وبنتي وشنطتي وامشي، ولا هاخد الالعاب دي كلها وامشي، ولا هروح اقعد فين؟ ورطتك دلوقتي انا بقيت وحشه؟ بعد ما كنت واقفه جنبك وحبيبتك واختك دلوقتي بقيت انا وحشه؟ في ايه بتكلميني كده ليه؟ وانا عملت لك ايه؟ بكلمك ازاي يعني؟ بكلمك ازاي؟ لو سمحتي لمي حاجتك من هنا وهدومك من فوق وتمشي تتكلي على الله ما اشوفش وشك تاني. يلا بينا يا ماما، يلا بينا يا ماما. ثانيه يا امنيه، انا همشي ازاي بكل الالعاب دي؟ هروح فين؟ طيب هنام فين؟ مش عارفه يا ماما بصراحه، مش عارفه هنعمل ايه يا ماما، مش عارفه. يا ربي حلها ايه يا رب، انا مش عارفه. انا قلت خلاص ربنا هيفرحنا وهبيع الالعاب واجيب سكنه حلوه وادخلك المدرسه تاني يا امنيه. كل ما احسها بتتفتح بتتقفل في وشي. انا زعلانه قوي يا امنيه. وانا كمان يا ماما. مين؟ ماما. محمود. لا ماما. ايه يا ماما؟ داعي تاني يا محمود. يا ماما قلت لك يا محمود ما اعرفش عن حد حاجه. بنتي وعجتني يا ماما. انا اعمل ايه يا محمود؟ انا بتعالج وهبقى كويس. ربنا يشفيك ومنه لله اللي اذاك. اللي شربك كتير اللي بتشربه ده. ابوس ايدي، ابوس ايدي. قولي لي بنتي فين؟ بس يا محمود والنبي انت صعبت عليا والله. ابوس ايديكي والنبي. خد يا محمود القرشين دول، بس اوعى تجيب زفت الطين اللي بتشربه يا محمود. حقك عليا، حقك عليا. والله العظيم صعبت عليا يا محمود، والله العظيم. انا عاوز اوصل لهم. انا اعمل ايه طيب؟ انا اعمل ايه يا محمود؟ انا فين يا ماما؟ ما شفتش حد. ماشي يا ماما، انا في البيت. لا لا اذاك يا ابني الاذى ده. شقتي لو جم قولهم في شقته. لا حول ولا قوة الا بالله. في شقته. لا حول ولا قوة الا بالله. قطع قلبي والله. ايوه يا امنيه خلصتي؟ ايوه يا ماما خلاص. بس قولي لي دلوقتي بقى يا ماما احنا هنروحوا فين؟ بصي يا امنيه، الحمد لله الراجل بتاع الجمله بتاع الالعاب رضى ياخد مني الالعاب واعطى لي فلوسي. بصي يا ستي، هنا غمقه وعند ابوكي غمقه، تمام؟ انا بفكر اخدك يا امنيه ونروح نقعدوا مع تيتا. تيتا يا ماما؟ ايوه هنقعدوا مع تيتا واللي يحصل يحصل. طب افرضي يا ماما هي ما رضتش يا ماما تقعدنا معاها. بصي لو مرضتش انا هنملها قدام باب الشقه. صدقي انت بقى على الاقل الشارع كله عارفنا، محدش هيأذينا. اهو امان يا ستي. اديكي شفتي ايه من غير ما نعمل لها اي حاجه قلبت علينا وكرشتنا. طب اطلب منك طلب يا ماما. اطلبي حبيبتي. طب ما نروح لبابا. بابا؟ ايوه يا ماما، اصل هو يا ماما اصل هو يعني وحشني قوي، وكمان يا ماما انا لما حلمت بيه الحلم ده يا ماما بقيت قلقانه عليه، عايزه اطمن عليه يا ماما. والنبي بص عليه، حتى لو بص عليه من بعيد كده. والنبي بص ايديك يا ماما. والنبي يا ماما يا ماما ما توجعيش قلبي. بص كده يا قلبي. ايه؟ ايه يا ماما؟ هنقضوها كلام ولا ايه؟ ما مشيتوش ولميتوا حاجاتكم ليه؟ بالراحة شوية، احنا لمينا حاجتنا ومشينا اهو. بالراحة ايه؟ وانت ما عندكيش دم. بقول لك هيتقطع عيشي، تقولي لي بالراحة. ما تلمي حاجتك وتمشي يا ستي انت وبنتي. يا ايه انا عملت لك؟ اوعي ايدك. انا مش كنت اختك حبيبتك يا ايه؟ والله لو كنت اختي بجد بقى كنت عملتي بالاخوة اللي انت بتقولي عليها. وانا اذيتك في ايه بس؟ والله يا حبيبتي راجعي نفسك كده وشوفي انت عملتي ايه مع نفسك، وانت هتعرفي انا بعمل معاكي كده ليه. والله انا ما عملتش حاجه. ان شاء الله تحلفيلي على الميه تجمد. كنت مفكراك يا اصيله طلعتي. لمي حاجتك وامشي يا امنيه. اتفضلي يلا يا ماما. يلا مش نسيت حاجه يا امنيه؟ يلا يا حبيبتي ده اخرة اللي يعمل خلف الزمن ده. يلا يا ماما كتر خيرك. يا ايه كتر خيري.
على فين يا بنتي؟ يا اسطى عايزه اروح الموقف اللي بيودي القاهره. موقف جديد يعني؟ ايوه. طب عايزه اتنين. حاضر يا بنتي حاضر. اتفضل يا اسطى. بس يا ماما. ايه يا ابني؟ انا مستغربه قوي يا ماما، هي ليه كانت يا ماما بتعاملنا كده بقى يا ماما؟ هي ليه ماما اتغيرت؟ معرفش والله يا امنيه، انا مش عارفه ايه اللي غيرها، مع ان احنا ما اذناهاش في حاجه اصلا. يلا ربنا يهديها يا رب. حبيبتي وحشتيني. ايه ده وحشتيني يا سيدي، وحشتيني قوي. ايه ده يا حبيبتي؟ الحمد لله. انتوا كويسين؟ اتبهدلنا والله يا ماما، اتبهدلنا قوي. معلش يا ندى معلش، وحشتوني والله. طمنيني يا ماما، محمود فضل يجي لك ويسالك على الذهب؟ يا ده كل يوم يجي لي، كل يوم والتاني يجي لي. بهدلك يا ماما. بهدلني وعرف اللي انت اللي هو خد الذهب. ازاي عارف؟ ازاي هو وحشني قوي؟ يسال عليك يا امنيه. وحشني قوي يا تيتا. زعلان قوي، جالي اخر مره يا ندى، صعب عليا قوي يا ندى. ليه؟ قال لي انا بتعالج وبس راسي يا ندى، صعب عليا والله. هو بيتعالج؟ يتعالج؟ اه والله يا ندى. انا مش مصدقه نفسي. وانا كمان. اقفي جنبه يا ندى، انت امنيه، انتوا اللي هتساعدوه يقف على رجله. يعني هو بيتعالج بكل سهوله كده؟ بكل سهوله. انا مبسوطه قوي يا ماما، هو بيتعالج. وجالي قال لي سامحيني. سامحته الصراحه، صعب عليا والله. محمود مش قلت لك يا ماما انا حلمتي بيه؟ هو كان عمال ينادي عليا وانا يا ماما سامعاه ومش شايفاه. والدهب خلاص عرف اللي هو خده والحمد لله. انت تقفي جنبه انت وامنيه. طب خلاص ساعديه يقف على رجله يا ندى. انا لازم اروح ابص عليه دلوقتي، بس خلي الشنطه عندك، لو ما تصلحش حلو بجد هاجي اعيش عندك. والله يا ندى ده تشوفيه يصعب على الكفر يا ندى. طب خلاص خلي الشنطه عندك. اقفي جنبه يا ندى. خلي الشنطه عندك. ماشي يا ندى. تعالي يا امنيه بصي على بابا. يلا بينا يا يلا حبيبي.